شنو كنعرفو كاملين بين على الكلون؟ هو داك الشخص اللي كيلبس حوايج ملونه وكيلون حتى وجهه باش يجي كيضحك. الغرض ديالو الكبير هو يضحك الوليدات ويفرحهم، ولكن كاين واحد الكلون اللي غير هذا المفهوم واللي كان مخبي من مور داك الهيئه وحش عطشان الدم ديال البشر. اختار يكون كلون باش يثقوا فيه الناس وحول الدار ديالو مقبره ديال الوليدات. السلام عليكم، سميتي سكينة ومرحبا بكم في قناة سوكي ستوريز. اليوم غادي نعود لكم القصة ديال واحد من أشهر القتلة المتسلسلين في العالم واللي كان سميته جون واين غيسي. ولكن قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال القصة، الناس اللي كيعجبهم القصص، أي نوع ديال القصص، هاد القناة دارت لكم. كنحط قصة قصيرة كل نهار وجوج قصص طوال كل سيمانة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم إشعار فوق ما حطيت قصة جديدة. وبطبيعة الحال ما تنسوا لي زر لايك. بلا ما نطول عليكم في الهضرة، يلا نبداو. باش كنسمعوا قاتل متسلسل كنقولوا ان هذا السيد غيكون تعرض لصدمات نفسيه كبيره في الصغر ديالو على داكشي كبر بحال هكا وتحول لوحش. هاد الهضره صحيحه ولكن ماشي كلهم، اغلبيتهم، وجون واين غيسي واحد منهم. الطفوله ديالو كانت قاسيه بزاف ولكن ماشي مبرر لداك الوحشيه اللي دار في الناس. تزاد جون واين غيسي في 17 مارس 1942 في شيكاغو. با كان سميتو جون ستانلي غيسي ومو مارين رابينسون، وكانوا عنده جوج خواتات، اختو كبر منه واختو صغر منه، يعني كان هو الوسطاني. من مور ما تزاد جون لقاو عنده الاطباء مشاكل في القلب ديالو، فما كانش كيقدر يلعب سبور مع الدراري او لي يجري معاهم، كان غير كيتفرج فيهم من البعيد وصافي. هادشي دار ليه عقده كبيره في حياته، خصوصا وانه كان كيعاني شويه من السمنه. ومن غير هادشي جون كان كيتعرض يوميا للعنف من طرف باه. باي جون كان مدمن على الكحول وكان على ابسط حاجه كينوض يضرب مرتو ويضرب ولادو كاملين، ولكن جون كان ديما كياكل العصا اكثر منهم كاملين على شي اسباب بسيطه او لا بدون سبب شي خطرات. بحال مثلا واحد المره حط باي جون شي بجاقل في الكراج ومشى جون كيلعب بهم حيت كان باقي صغير، وفاش حصلوا بحيد الصمت وبديت يضرب فيه حتى سخف، وممنوع منعا كليا على مو تجي تحامي عليه او لا تفكو حيت غيضربها حتى هي، ولا ما ضربهاش كيقول ليها كدافع على هاد المنونخ، وكيبقى كيضحك على ولدو وكيقول لي انت ولد ماماك وباينه فيك غتكبر مثلي. وفاش جون كيسمع هاد الهضره كيقول لمو شوفي واخا تشوفيه كيضربني كيقتلني غير بلا ما تفكيني غير خليني. ومن غير هاد العنف اللي معيشو فيه با، كان جون تعرض للتحرش. فاش كانت عنده 5 سنين تحرشت به واحد البنت من العائله كبيره، وعاوتاني فاش كانت عنده 8 سنين تعرض للتحرش ولكن هاد المره شي صديق ديال العائله. كان كيمشي عنده حتى للدار وكيقول ليه لجون يلا نمشيو نخرجوا نشريو ليه كلاص، وفاش كيخرجوا على برا كيبدا كيتحرش به. المهم ما كاينلاش ندخلوا في التفاصيل ديال هاد الشيء. وبقوه جون ما كان كيخاف من باه، ما قدرش يمشي عنده يقول ليه باللي راه كيتعرض للتحرش حيت خاف لا ياكل العصا حيت كيتعرض للتحرش. وكان عنده صحه باه من داك النوع اللي ما محتاجش سبب باش يضرب ولده، فماشي بعيد الا قالها ليه يقدر يضربو حيت هو كيتعرض للتحرش. صافي من بعد ما بقاش كيبغي يخرج مع داك الصديق ديال العائلة. ما قالش السبب علاش، ولكن صافي غير ما بغاش يخرج معاه وصافي. فاش كانت عنده 18 عام قرر انه يدير شي حاجه اللي تخليه يكون مقبول اجتماعيا، يعني بحال هكا يتخلط مع الناس وتكون عنده شي مكانه في المجتمع. مشى ترشح باش يكون قائد الحملات الانتخابيه الصغيره، بحال مثلا في الانتخابات يكون هو الوسيط ما بين الناس اللي غيصوتوا للمرشح، مثلا يوصل المطالب ديالهم ولا كانت شي معلومه هو اللي ينشرها، المهم شي حوايج بحال هكا. باب طبيعه الحال ما عجبوش هذا الشيء وكان ديما كيعايرو وكيقلل من قيمته ومعيشو ديما في النقير. جون عيا يصبر، وفي الاخر خلى هادشي كامل وخرج من القرايه، مع العلم كان كيقرا في العام الاخر في الليسي، يعني ما بقى والو ياخذ الشهاده. ولكن صافي ما بقاش باغي يزيد الدقيقه مع باه، هز حوايجو ومشى لاس فيغاس باش يبدا تما حياه جديده. غير وصل قدر يدبر تما على واحد الخدمه في واحد القاعه، ولكن ماشي ديال الحفلات، قاعه ديال الجنايز، يعني الناس اللي مات لهم شي واحد كيجيبوه لتما لداك القاعه باش يجهزوه ويحطوه في الصندوق، ولا غد ليه كيجيو العائله ديالو باش كيسلموا عليه وكيتواضعوا معاه قبل ما يتدفن. يعني جون الخدمه ديالو هي يجهز الميت. داك مول القاعة ساق الخبر بلي جون يلاه جا لاس فيغاس وبلي ما عنده فين يبات، واقترح عليه انه يبقى يبات نيت في داك القاعة مع الموتى. وفي واحد البيت عندهم تما في داك القاعة فين كيجهزوا الموتى داروا ليه واحد الناموسية في واحد القنت وواحد الريدو، صافي كيبات تما. صراحة صعيب يدوز الناس على شي واحد في شي بلاصة بحال هكا، ولكن جون بالعكس عجبو الحال بزاف، اولا حيت لقى فين يبات وما غينعسش في الزنقة، وثانيا كاين معاه لوناسة واللي هما الموتى. جون كان انسان اجتماعي وناشط، عجب لكاع الناس اللي خدامين في داك القاعة، وحتى مول القاعة براسو حماق عليه. النهار كان كيبان نورمال، ولكن غير كيجي الليل كيدير شي حوايج اللي ما كيدخلوش للعقل واللي كيبينوا ان جون انسان
ماشي طبيعي. تخيلوا كان كل ليله فاش كتخوى داك القاعه وكيبقى بوحدو مع شي ميت، كينوض من بلاصتو كيمشي لداك الميت وكيتحشى معاه في الصندوق وكيعنقو، يعني بحال الا نقصوا الحنان وما لقاش في الحيين مشى كيقلب عليه عند الميتين. والنهار الواعر عند جون هو فاش كيجيبوا شي ميت يكون باقي صغير. بحال واحد النهار جابوا واحد الميت غير مراهق وزعما جابوه لداك القاعه باش يوجدوه قبل ما يتدفن. في الليل ناض لعندو جون وتحشى معاه في الصندوق ونعس معاه الليل كامل وفرحان ما قده فرحه. هو نورمالمون جون هو اللي خاصو يخاف من الموتى، ولكن في هذه الحاله انا بان ليا الموتى وهما اللي خاصهم يخافوا من جون. المهم داز 3 شهور وجون خدام تما وكل ليله كيعنق شي ميت. واحد النهار قال يمكن هادشي اللي كندير حشومه، يعني بحال الا حسبت اني بالضمير. صنع على مو قال لي واش نقدر نرجع للدار، وقالت لي بطبيعه الحال تقدر. قال ليها ولكن با ما غاديش يبغي يخليني نرجع حيت خرجت من القرايه. قالت لي ما عندك مناش تخاف غير رجع. وداكشي اللي دار رجع جون شيكاغو كمل قرايته، وفي 1963 تخرج وما دازش بزاف خدم في واحد الشركه ديال الصبابط. وفي ذاك الوقت تعرف على واحد البنت سميتها ماريلين مايرز ودخلوا في علاقه غراميه، وما دازش بزاف طلب يديها الزواج، وغير داز تقريبا شي 6 شهور بالضبط تزوجوا. من مور الزواج نسيب ديال جون يعني باين ماريلين شرى 3 ديال المطاعم ديال كي اف سي، وقال جون واش تقدر تخدم عندي كمناجر ديال المطاعم ديالي كاملين بثلاثه. جون بطبيعه الحال طار بالفرحه وقال ليه اكيد نخدم عندك، واصلا واش كاين شي واحد اللي يرفض شي عرض بحال هذا. وصافي انتقل هو ومرتو لواحد المدينه سميتها واترلو فين كاينين هاد المطاعم بثلاثه. دابا الحياه ديال جون تاليه، مزوج ومستقر مع مراتو، خدام خدمه زوينه وكيربح بزاف ديال الفلوس. ومن فوق هادشي مرتو ولدت ليه وليد فبراير 1966 وزادت ليه بنيته غير من مور عام. جون كان انسان محبوب بزاف، مرتو ولادو كيبغيوه، صحابو والجيران كيبغيوه، وكان عضو مهم في واحد الجمعيه وكاع داك الناس اللي كانوا تما كانوا كيبغيوه. حتى من باه اللي كان ديما كيقتلو بالعصا وديما كان كيطيح من قيمته جا لعندو حتى للدار واعتذر ليه. قال ليه اسمح لي على داكشي كامل اللي درت لك في الصغار، وقال ليه كنت غالط وحقرتك، وقال ليه انا فخور بهاد الحياه اللي بنيتي. هاد الهضره صدمات جون، كيفاش باه اللي كان ديما كيضربو وديما مطيح من قيمته دابا اعترف بيه وقال ليه هضره زوينه. وغير هاد الهضره البسيطه كان عندها تاثير كبير على جون، فرحته لواحد الدرجه كبيره. ولكن واخا الامور كلها كانت كتبان مزيانه والحياه مستقره وكلشي فرحان، اللي سايكو راه سايكو. جون كان انسان ماشي عادي، كان انسان مريض وكان ديما كيحس براسو بحال شي حاجه ناقصه عنده لداخل. وفي هذه المرحله من حياته غيبدا يخرج داك الكبت وداك المرض اللي عنده لداخل. كي قلت لكم قبيله جون كان هو المناجر ديال داك ثلاثه ديال لي ريستو ديال النسيب ديالو، مناجر بحال الا نقولوا هو الشاف ديال داك الناس اللي خدامين تما. وباش يبان زعما متواضع اللي كيبغي دوك الناس اللي خدامين تما، كان مره كيدير مثلا حفلات في القبو ديال الدار ديالو وكيعرض عليهم كاملين اولا شي وحدين منهم لداك الحفله. هما كيفرحوا وكيقولوا هذا هو المناجر والا فال التواضع والهمه والشان. المهم فاش كيجيو لعندو للدار كيكونوا بيناتهم مثلا شي مراهقين داك 15 16 عام، حيت راكم عارفين كاينين دوك التلاميذ اللي كيقراو وكيخدموا في نفس الوقت. المهم هادوك جون كيقصد داك المراهقين وكيعطيهم الشراب، وحيت باقيين صغار دغيا كيدوخوا وديك الساعه كيبدا كيتحرش بيهم. كاين فيهم اللي كيقول ليه لا انا ماشي جاي ماشي مثلي وهذا الشيء ما كيعجبنيش، وجون ديك الساعه كيقول ليه انا غير كنضحك معاك اولا غير بغيت نجربك. وماشي غير هذا الشيء، جون شي مرات كان كيقصد شي مراهق وكيقول ليه مثلا شنو بان ليك ندير عليك شي تجربه ديال الهوموسيكشواليتي يعني ديال المثليه، زعما يدير عليه شي تجربه علميه. وكيقول لي الا وافقتي غادي نعطيك 50 دولار، وللاسف كاين فيهم اللي كيوافق، وديك الساعه جون كيمارس عليهم الكبت ديالو. ولكن واحد النهار جون غادي يختار الشخص الغلط باش يدير عليه التجربه العلميه، وديك الساعه غادي يتفضح. جون كان عنده واحد صاحبه، وداك صاحبه كان عنده واحد الولد عنده 15 عام. واحد النهار تلاقى مع داك الولد كان غادي بوحدو وقال ليه يلا معايا للدار نعطيك شي حاجه، مشى معاه بطبيعه الحال حيت ديجا كيعرفو حيت صاحب باه. المهم هبطوا للقبو ديال الدار وعطاه يشرب الشراب، وماشي غير هذا الشيء دار ليه فيديوهات اباحيه باش يتفرج فيهم، وقال ليه شوف راه علميا اي راجل خاصو يمارس الجنس مع شي راجل واحد اخر قبل ما يبدا الحياه ديالو مع العيالات، زعما كيعطيه النصائح الذهبيه. المهم داك الدري خرج من تما ومشى نيشان عند باه وقال ليه شي واش غنقول لكم با صافي غير تفرقع تصدم وما عارف ما يدير، شد على الاعصاب ديالو حيت كل ما تحكمش في راسو كان غيمشي عند جون وغيخلي ضربوه. ولكن هو تبارك الله عليه مشى نيشان عند البوليس وما حسد جون براسو حتى وقفوا عليه صحاب الحال وشدوه بتهمة التحرش اللغوي. ما عرفتش واش صحيحه هاد التحرش اللغوي ولا غير دماغي اللي بغى يبدع، المهم راه كتعني هي التحرش بالهضره. ايوا في نظركم شنو دار جون؟ نكر كلشي، وقال لهم داك الولد راه بحال ولدي مستحيل نقول ليه هاد الشيء. بدا كيحلف وكيعطي قلبي ما دار شي حاجه، وقال لهم راه با اصلا ما كيحملنيش حيت انا عضو مهم في داك الجمعيه وبغى ياخذ ليا بلاصتي، وعلى داكشي لصق ليا التهمه هو ولدو
باش يطيحوني. وفي الاخر قال لهم الا ما تيقتونيش ديروا لي جهاز كشف الكاذب. هاد القضيه صراحه ضحكتني هنايا. دابا جون علاش قال لهم يديروا لي جهاز كشف الكاذب؟ حيت زعما باش يبين لهم باللي ما كيكذبش، باللي بقوه مصادق هو براسو اقترح عليهم يديروا ليه التست ديال الكذوب. هو صحاب ليه البوليس غايقولوا ليه عرفتي شنو صافي تيقناك بلاش، ولكن قالوا ليه واخا نديروا ليك التست. دابا تخيل شنو غايكون قال فراسو فاش قالوا ليه واخا نديروا ليك التست، ما صدقاتش. المهم داروا ليه التست واول سؤال سولوه هو واش تحرشتي بهذا الولد. جون بطبيعه الحال قال لهم لا، والجهاز عطى اشاره باللي كيكذب، وبسبب هذا الشيء ما طاحتش عليه التهمه وبالعكس تاكدت عليه. بدا عاوتاني كيفكر في شي حل واحد اخر وقال مع راسو باش نخرج راسي من هذه الحريره خاص داك الولد ما يشهدش ضدي في المحكمه، يعني ولد صاحبه اللي تحرش به. مشى دبر على شي شماكريه وخلصهم باش يتعرضوا لذاك الدري ويهددوه ويضربوه باش هكا يخاف ويسحب الشهاده ديالو. ولكن فاش تعرضوا ليه بشي طريقه قدر يهرب منهم ومشى عاوتاني نيشان قالها البا. ومن بعد بزاف ديال التحقيقات قدروا البوليس يشدوا واحد من داك الشمكريه اللي تعرضوا لذاك الولد. داك الشمكار في الاول نكر كلشي، ولكن من بعد اعترف وقال بلي جون هو اللي خلصني باش نتعرض لذاك الولد ونضربو. عاوتاني تزاد تهمه وحده اخرى على جون واللي هي محاوله تخويف شاهد. جون قبل ما يدوس في المحكمه دوزوه بعدا عند الطبيب النفسي. داك الطبيب قال للقاضي بلي جون ما مستقرش عقليا، وقال ليه بلي واخا يخرج من الحبس غادي يرجع لعوايده وغادي يتحرش بالدراري، وقال ليه يقدر يوصل لمواصل خايبه بزاف. هاد الهضره اللي قال الطبيب مهمه بزاف، ويا ريت كون سمع ليه شي واحد، يا ريت كون داك جون يغبروه وما يخليهوش كاع يتخلط مع الناس. في المحاكمه ديال جون واللي كانت في نوفمبر 1968 حكم عليه القاضي بعشر سنين ديال الحبس. وماشي غير هادشي، مراته ماريلين دفعت الطلاق وتاخد الحضانه ديال ولادها وبطبيعه الحال عطاوهم ليها. ومن ديك الساعه جون ما عمر ما شافها لا هي ولا ولادو. دابا نورمالمون جون خاصو يكون محطم حيت خسر كلشي، خسر المكانه ديالو في المجتمع، خسر الحريه ديالو، خسر مراتو ولادو، خدمتو، المهم كلشي. شي واحد في بلاصتو غادي يكون كيبكي بالليل وبالنهار، ولكن جون بالعكس دغيا دار بلاصتو في الحبس. السيد ناشط غادي جاي، اللي قالوا ليه ديرها كيديرها، وكلشي عاوتاني حتى في الحبس ولا كيحماق عليه لدرجه ترشحوا يكون هو الناطق باسم السجناء، يعني هو اللي غيبقى يوصل المطالب ديالهم للناس اللي الفوق. وبقوه حسن السلوك والظرافه جون دوز في الحبس غير 18 شهر ودفع الاستئناف وصافي خرج. ما عنده لا فلوس لا سلطه لا والو، غير بلسانو كيقدر يقضي اي حاجه بغاها. الخروج ديال جون من الحبس كان اكبر غلط دارته المحكمه. داك السيد كان خاصو يبقى ديما تما. من مور ما خرج مشى لشيكاغو خدم تما كطباخ فواحد المطعم. من بعد دفع تسبيق فواحد الدار وبدا كيخلص طريطات من شهر لشهر وجاب متسكن معاه. بدا كيفكر يدير شي مشروع ديالو لراسو وحل واحد الشركه ديال البني. كنقسم النهار ديالو على جوج، النص كيخدم كطباخ وفي النص الاخر كيطور الشركه ديالو حتى طلعها. جون عاوتاني دار بلاصتو في داك البلاصه، كلشي كيحترمو، كلشي كيقول انه ما كاينش شي واحد ظريف اكثر من جون. راه السيد بقوه ما ظريف مشى تسجل في واحد الجمعيه خيريه سميتها جولي جوكر كلون. الناس ديال الجمعيه كانوا كيلبسوا الحوايج ديال الكلون وكي يصبغوا وجههم وكيمشيو مثلا للخيريات للسبيطارات، الغرض ديالهم هو يفرحوا الدراري ويضحكوهم وينشطوا. المظاهر صراحه خداعه، ما عمر الانسان يقول هذا ظريف هذا ثقة، حتى واحد ما يقدر يعرف شنو كاين لداخل البنادم اولا شنو مخبي اولا فاش كيفكر. المهم الانسان خاص ديما يدير اتونسيون. ومن غير هذا الشيء كله جون تعرف على واحد السيده سميتها كارول وكان عندها جوج بنات من الطالق ديالها، وغدات واحد المده قال ليها علاش اللي ما تجيبيش بناتك وتجي تعيشي معايا في الدار. وداك الشيء اللي دارت مشات هي وبناتها عاشوا معاه وما داتش بزاف تزوج بها، ولكن ما داش بزاف وطلقها حيت جون مازال ما لقاش راحتو في العلاقات الغراميه، يعني بحال الا ماشي العيالات اللي معمرين ليه عينيه. المهم الشركه ديالو كانت غدا مزيان وخدم عنده بزاف ديال الناس، والاغلبيه ديال هاد الناس كانوا غير تلاميذ اللي كيقراو، يعني دوك الوليدات اللي كيبقاو يقلبوا على خدمه بدوام جزئي، يعني نص نهار مثلا يقراو ونص نهار يخدموا. واحد من داك الدراري كان سميتو ديفيد وعنده 18 عام، كان عنده شي مشاكل مع عائلته وما كان عنده فين يمشي. تلاقى مع جون وقال لي انا عارف ما عندكش فين تسكن، علاش اللي ما تجيش تسكن معايا في الدار، عندي بزاف ديال البيوت شايطين. وفعلا من بعد ما خرجت الطليقه ديالو وبناتها كان عنده اتساع، ديفيد فرح ومشى سكن معاه. وغدا يومين كان عيد الميلاد ديالو، يعني عيد الميلاد ديال ديفيد كان غيكمل 19 عام. جون قال لي علاش اللي ما نحتفلوش انا وياك ونديروا شي حفله هكا بيناتنا صغيره وزوينه. ديفيد بطبيعه الحال فرح وصافي، جابوا الشراب وجابوا الماكله وجلسوا هكا فرحانين بيناتهم كيشربوا وكياكلوا وضاحكين. جون قال لي بلاتي ندير لك واحد المفاجاه، ومشى لبس داك اللبسه ديال الكلون اللي كيلبس فاش كيمشي في داك الجمعيه باش يضحك الاطفال في السبيطار
مهاراته في الخيريات، وجا عند ديفيد كيشطح ونقز بحال شي هبيل، والاخر غير حلف مو كيقول يا حليل اللي ما ينطح عليا هاد الظرافات. المهم جون جاب المينوت وقال ليه لديفيد ندير لك واحد الخدعه سحريه، وبشي طريقه دار ليه المينوت في يديه ومباشره تبدل التعامل ديالو، ما بقاش كينقز بحال شي هبيل ولكن ولا كيهضر سيريوزمون وقال ليه عرفتي شنو اليوم غادي نغتصبك. ديفيد قال ليه غير كضحك ياك، وجون نقز عليه، ولكن ديفيد ما كانش ساهل، ضربوا الوجه بواحد الركله. وفاش جون شاف راسو مبطبط وعرف بلي ما غاديش يقدر يشد ديفيد بزز، بدا كيضحك وقال ليه راه غير كنضحك معاك. وحيت جون كيعرف يهضر مزيان عرف يقنع ديفيد بلي هادشي كله غير ضحك وغير خدعه، وقدر حتى يقنعو باش يبقى ساكن معاه. وغير دازت شي ايام قليله عاوتاني جون حاول يغتصب ديفيد، وديك الساعه ديفيد هرب بجلدو وقال هذا ما هو هذا، ومشى دبر على راسو في بلاصه وحده اخرى. هنا في هاد اللحظه جون قرر انه يزيد خطوه للقدام وما يبقاش غير كيحاول يتعدى على الدراري، قرر انه يدير شي حاجه ماكفز. واحد الليله في 2 يناير 1974 كان جون معروض لواحد الحفله عائليه، جلس معاهم في الاول ولكن شويه قال لهم انا خاصني نمشي حيت عندي شي شغل. وفاش كان سايق الطوموبيل ديالو في الشارع بان ليه واحد الدري واقف عنده 16 عام وكان سميتو ثيموسي، طلع عليه جون مسترجم وقال ليها الولد جدك واقف بوحدك راه خطر عليك في هاد الليل. رد عليه داك الدري وقال ليه راني كنتسنى الطوبيس، وديك الساعه جون قال ليه يلا تمشي تبات عندي في الدار وغدا في الصباح راه كيكونوا الطوبيسات غاديين جايين. ثيموسي قال ليه اه واخا شكرا، ما عرفتش علاش الناس كيتيقوا بزاف بحال هكا والله. المهم لغدا ليه في الصباح جون قتل داك الولد، ما تعداش عليه جنسيا، قتلو نيشان ودفنو في القبو ديال الدار ديالو. من بعد غيقول جون ان الاحساس اللي حس به فاش كان كيقتل داك الولد كان احساس زوين بزاف، وهو نفس الاحساس اللي كيحس به فاش كيتعدى جنسيا على شي دري. وصافي قال عرسو واخيرا لقيت الدومين اللي كيعجبني، واخيرا ارتحيت في شي حاجه. وصافي كانت هذيك هي البدايه ديال الرحله ديال القتل عند جون. جون كان كيختار الضحايا ديالو عشوائيا، كاين فيهم اللي كيعرفهم وكاين اللي ما كيعرفهمش، المهم يكونوا صغار او لا مراهقين، كان كيديهم للدار على اساس يباتوا او لا يحتفلوا، او لا اللي كيكونوا مبليين كان كيوعدهم بالمخدرات، كيقول لهم يلا معايا للدار نعطيكم بزاف ديال المخدرات فابور. المهم جون كان كيعرف كيفاش يقنع الدراري باش يمشيو معاه للدار، وفاش شي واحد كيمشي معاه للدار كيهبطوا القبو ديال الدار وكيقول ليه انا نوريك واحد الخدعه سحريه. كيمشي اولا كيلبس داك اللبسه ديال الكلون اللي كتخلع وكيجيب المينوط، كيربط يديه بالمينوط من موراه وكيلوح الساروت وكيقول لهم شوفوا راه واخا ربطت يدي انا غادي نحلهم راسي. جون كيكون عنده الدوبل ديال الساروت مخبيه في الكمام، كيجبدو كيحل المينوط عادي ما كاين لا خدعه لا والو. الدري كيقول واو كي درتي ليها، وجون كيقول ليه واخا انا غادي نعلمك كي درت ليها. كيربط ليه يديه وديك الساعه كيقرب ليه حدا ودنيه وكيقول ليه كاين حل واحد باش تحل هذا المينوط واللي هو ساروت. وصافي كيبدا في التعذيب ديال داك المراهق، كيضربو بطرق وحشيه، كيغتصبو، كيلعب به كيف ما بغى، وفي الاخر كيقول لي انا غنوريك واحد الخدعه سحريه وحده اخرى واللي هي الاخره. كيقول لي بلي داك الخدعه سميتها خدعه الكرده، كيجيب واحد الكرده وكيلويها ليه على عنقو وكيخنقو حتى كيموت، كيهز داك الجثه وكيحشيها تحت الناموسيه ديالو النهار كله، وعاد ديك الساعه كيمشي كيدفنها تحت القبو ديال دارو. وبهذه الطريقه جون قتل العشرات ديال المراهقين بدون رحمه، والغريب في الامر انه ما حصلش، كان كل مره كيختفى مراهق والدنيا كلها كتقلب عليه، وما شكوش كاع بلي من المحتمل يكون داك المراهق مدفون مع المراهقين الاخرين في الدار ديال جون. دازت مده ومازال غير ما زايد فيه، ولشي سبب من الاسباب اللي حتى شي واحد ما عرفهم كان شي وحدين كيخليهم حيين، يعني كيتعدى عليهم ولكن ما كيقتلهمش. واحد من هاد الضحايا كان سميتو جيف وعنده 27 عام، يمكن هو اكبر واحد في دوك الوليدات كاملين اللي تعدى عليهم وقتلهم. جيف واحد النهار كان بغى يشري الحشيش، وشكون جا في طريقه؟ جون. طلع ليه من الطوموبيل وقال ليه ركب حدايا باش نعطيك الحشيش، وغير ركب حداه دار ليه شي مخدر، وفاش فاق لقى راسو مربوط في الدار ديال جون. المهم تعدى عليه وضربوه بوحشيه وعذبوه مزيان، ودار ليه عاوتاني داك المخدر وداه لشي قنت ولا حوت تما. فاش فاق مشى عند البوليس وعاود ليهم هادشي اللي وقع له، ولكن ما داوهاش في هضرته نهائيا. وصافي قرر انه هو يمشي يقلب على السيد اللي تعدى عليه. شهر كامل هو كيدور في المدينه باش على الله تبان ليه الطوموبيل ديال جون، وفعلا لقى الطوموبيل ديال جون وعقل عليه، قيد الماتريكول ديال الطوموبيل ومشى داه للبوليس وقال ليهم هذه هي الطوموبيل ديال السيد اللي تعدى عليا. البوليس بطبيعه الحال عيطوا على جون وقالوا ليه اشنو هذا الشيء، قال ليهم فعلا دخلت معاه في علاقه حميميه عنيفه ولكن بالتراضي، يعني راه بخاطرو درنا هذا الشيء. ايوا السيد جون سلك من هذه، خرجوا ليه غير شي غرامه ديال 3000 دولار على داك العنف والضرب اللي ضرب السيد وخاف اطار الجنس. جيف عيا ما يشوف مسكين، وفي التالي قرر ينسى هذا الشيء ويكمل حياته، كتب واحد الكتاب سميتو 29 بيلو كان كيعاود فيه التجربه ديال هذا الشيء اللي عاش. وماشي غير هذا، حتى واحد الولد واحد اخر عنده
19 العام خطفوا جون بسلاح وداه للدار وتعدى عليه وطلقوا. وفاش مشى عند البوليس عاوتاني عيطوا على جون وقال نفس الهضره، فعلا درنا علاقه انا وياه ولكن بالتراضي. وما عرفتش علاش البوليس ديما كيتيقوه، ما قالوا نمشيو نقلبوا دارو، ما قالوا يقدر يكون كيكذب، المهم ما شكوش فيه نهائيا. البوليس جاوني في شي شكل نيه اكثر من القياس. جون كي قلت لكم قبيله كان كيبان نورمال، الناس اللي كيعرفوه كانوا كيحماقوا عليه، وبقوه ما كان كيدير الخير وظريف، وكان عضو في داك الجمعيه ديال الكلون. قدر يتلاقى مع مرت الرئيس داك الوقت واللي كان سميتها روزالين كارتر. هذا جون ديال النهار، اما جون ديال الليل مغتصب حقار. المهم في 1978 القابو ديال الدار ديال جون ما بقاتش فيه البلاصه فين يزيد شي جوته وحده اخرى، يعني خاصو يقلب على شي بلاصه وحده اخرى فين يدفن الجوتات. وجاتو واحد الفكره واللي هي يبقى يدي الجوتات لواحد الواد كاين تما ويلوحهم تما، وصافي يبقى كيلوح الجوتات في داك الواد. لاح تما شي 4 ديال الجوتات، ولكن الجوته الخامسه ديال واحد المراهق كانت هي النهايه ديالو. بسبب داك الدري الخامس جون غادي يتفضح. 11 ديسمبر 1978 واحد الدري سميتو روبرت عنده 15 عام كان خدام في واحد لافارماسي، كان كيتخلص من الناس وكيرد على الناس الصرف. جات امو باش توصلو من الخدمه للدار وكانت فرحانه بزاف، حيت داك النهار كان هو عيد الميلاد ديالها والعائله كانت كلها مجموعه في الدار، يعني الوحيد اللي كان ناقص هو روبرت ولدها جات باش تديه من الخدمه. المهم خرج وجا لعندها الطوموبيل، قال ليها عافاك ماما تسنيني، راه لداخل في لافارماسي كاين واحد الراجل عنده الشركه ديال البني وراه عرض عليا نخدم عنده ب 10 دولار للساعه، يعني بحال الا تقولوا الدوبل ديال الخلاص ديال داكشي اللي كيتخلص في لا فارماسي. قالت ليه ماما صافا ولدي سيرها انا كنتسناك هنا. من بعد الدري تعطل، امو خرجت من الطوموبيل كتقلب عليه وما لقاتوش، بدات كتعيط والو. ركبت في الطوموبيل ورجعت للدار وقالت ليه لراجلها راه الدري قال لي دقيقه ونرجع ومشى ما ولا. ورجعوا هي وراجلها وخوتو وجوج ديال الكلاب لحدا لا فارماسي باش يقلبوا على الدري، ولكن بدون فايده. ومع ديك الوحده ونص ديال الليل مشاو لعند البوليس باش يعلموا بالاختفاء ديالو. المفتش اللي شد هاد القضيه كان عنده ولد، وداك الولد كان كيقرا في نفس الليسي اللي كان كيقرا فيه روبرت، خاف انه كما طرى لروبرت يقدر يطرح حتى لولدو، فحلف انه يخدم على هاد القضيه بكاع الجهد ديالو حتى يلقى الدري. الاول استجوب ماين روبرت وقال ليها شنو قال لك ولدك قبل ما يختفى؟ قالت ليه بلي شي واحد عرض عليه باش يخدم عنده في الشركه ديال البني. مشى المفتش كيقلب ولقى بلي الشركه ديال جون واين جيسي شاد داك لا فارماسي باش دير ليها التجديد من الداخل، وقال يمكن السيد اللي عرض الخدمه على روبرت هو جون واين جيسي. المهم داك المفتش صنع على جون وقال ليه واش تقدر تجي للمركز ديال الشرطه، بغيت طرا عليك شي اسئله. جون قال لي دابا ما نقدرش نجي حيت راني مشغول شويه، ولكن غدا في الصباح غادي نكون عندكم. صافي المفتش قال لي واخا انا غدا في الصباح نتسناك. عرفتوا بعدا باش كان جون مشغول؟ كان داي الجثه ديال روبرت لداك الواد باش يلوحو تما. المهم لا غد ليه مشى لعند البوليس وبدا كيسولو داك المفتش، وجون كان مهدن وكيجاوب على كاع الاسئله، ما مخلوع ما كيقفقف. ولكن واخا هكاك داك المفتش ما ارتاح ليهش، قال لي يقدر يكون شاد روبرت عنده كراهينه في الدار. طلب ليه السارود ديال الدار، قال لي واش ممكن تفتشوا الدار ديالك؟ وجون بدون ردود عطى ليه السارود، زعما راني تايق في راسي ما عندي والو. مشاو للدار ديال جون وقلبوها كامله وما لقاو حتى شي دليل اللي كيبين ان روبرت كاين تما اولا كان تما، ولكن لقاو عنده بزاف ديال الفيديوهات ديال الجنس ديال المثليين. لقاو عنده المينوط لي باري فردي وشي حوايج وحدين اخرين اللي كيبينوا ان هاد السيد كيدير شي حاجه ماشي هي هذيك. دازوا للطوموبيل ديالو باش يفتشوها وجابوا الكلاب اللي كيقدروا يعرفوا الا كانت شي جثه تحطات تما. فاش حلوا الطوموبيل ديال جون دوك الكلاب بداو كينبحوا، يعني شي جثه كانت داخل في الطوموبيل ديالو. واخا هادشي كامل البوليس ما كانش عندهم شي دليل قوي باش يبقاو شادين جون، وداك النهار نيت مع 11 الليل صافي طلقوه. البوليس فاش قلبوا الدار ديالو كان خداو من عنده شي حوايج، ومن هاد الحوايج كان واحد الخاتم. فاش قلبوا مزيان في التصاور ديال داك الدراري اللي اختفى ولقاو ان واحد منهم كان داير داك الخاتم. فشنو كيدير عند جون في دارو؟ البوليس حطوه في بالهم، ولكن خاصهم يقلبوا على شي دليل قوي اللي كيربط جون بكاع داك الدراري اللي اختفوا. مشاو لعند الموظفين اللي عنده في الشركه وبداو كيستجوبوهم، وشحال من واحد فيهم قال ان شي وحدين جاو خدموا في الشركه ولكن من بعد واحد المده اختفوا. نهار من بعد نهار والبوليس كيزيدوا يتاكدوا باللي جون عنده شي علاقه مع داك الدراري. واحد النهار جون مشى لمركز ديال الشرطه وعرض على شي بوليس من تما باش يجيو يفطروا عنده. علاش عرض عليهم الله اعلم، ولكن كيقولوا ان واحد فيهم كان بوغوس وكان هذاك هو التايب او النوع اللي كيعجب لجون. المهم فاش جاو لعندو واحد فيهم قال انه غير دخل الدار ديال جون شم فيها ريحه الموت الحمي بورش. من بعد هادشي جون شد محامي، وداك المحامي رفع دعوه على المركز
المركز ديال الشرطه حيت كيتهموا جون بالبطل وحيت كيقلبوا ليه دارو بلا رخصه وفوق هادشي كامل كيهزوا ليه حوايجو بلا اذن. وصافي من مور هادشي البوليس ما عمر يقدروا يعاودوا يقلبوا الدار ديال جون مره اخرى. واحد النهار جون مشى لعند المحامي ديالو للمكتب باش يهضروا على هاد القضيه اللي رافعين على المركز بالشرطه. وفاش جون كان جالس شاف الجورنال محطوط فوق من البيرو ديال المحامي، بدا كيقرب ليه وهزو قرا العنوان واللي كان واحد الدري سميتو روبرت اختفى. جون قال بالجهد علاش كيقلبوا عليه، راه ميت وراه مليوح في الواد. المحامي بقى مصدوم وجون في ديك اللحظه قال ليه بلا ما تصدم انا غنعاود ليك كلشي. وبدا ديك الساعه كيعترف ليه بالديتاي ديال الديتاي ديال داكشي اللي دار. قال ليه باللي قتل 33 ولد، 33 ولد وبزاف منهم مدفونين عنده في الدار وكياكل ويشرب وينعس عادي. المحامي غيقول انه ما كانش فيه حتى شي ذره ديال الندم او تأنيب الضمير، بالعكس كان فرحان بداكشي اللي دار. المهم واخا المحامي كان عارف كل شيء ولكن راه ماشي من حقه يمشي يبلغ به، بقى غير مصدوم وكيفكر شنو يدير. واللي حسن الحظ في 21 ديسمبر 1978 كانوا البوليس تابعين جون، شافوه وقف حدا واحد المنبا ومد واحد الكرتونه لواحد الدري كان خدام تما. البوليس وقفوا عليهم وقلبوا داك الكرتونه ولقاو فيها الحشيش وقالوا مزيان دابا نقدروا نشدوه ونقلبوا دارو قنت بقنت. شدوه داو للمركز وقالوا ليه راه غادي نقلبوا دارك وغادي نحفروها وما غنتهناو حتى نلقاو الجثه ديال روبرت. جون جاوبهم ببروده الاعصاب وقال لهم شتي روبرت راه ما كاينش تما غادي تلقاو ناس وحدين اخرين. البوليس ما فهموا والو، هزوا جون وداوه للدار ديالو وعطاوه داك السبراي اللي كيرسموا بها في الحيوط وبدا كيعلم كاع البلايص اللي دفن فيهم الجثات. المهم في الاخر لقاو عنده 29 جثه في دارو، وماشي غير هادشي، لقاو عنده في القبو واحد الباب صغير وفاش حلوه لقاوه عامر بالاعضاء البشريه، يعني اليدين الرجلين العينين الى اخره، اما الريحه ما نعاود ليكمش. وفي هاد الجثات كاملين ما لقاوش روبرت، وداوهم ديك الساعه جون لداك الواد وقال لهم راه كاين هنا. وفاش قلبوا جبدوا من تما اربعه ديال وعاود تاني روبرت ما كاينش بيناتهم. دابا تخيلوا معايا يكون عندكم شي جار الله يعمرها دار ظريف وديما ضاحك ولا احتاجيتو شي مساعده ديما كيجي كيعاون، وفي الاخر يتشد وتكتشفوا ان البوليس لقاو عنده في دارو 29 جثه مدفونه. صراحه شي حاجه ما كيتقبلهاش العقل. نرجعوا للقصه، شد جون اصلا كان مشدود وفي 1980 حكمت عليه المحكمه بالاعدام. المحاكمه ديالو كانت طويله وما بغيتش ندخل في التفاصيل ديالها، عيا ما يدير راسو حمق باش يهرب من العقوبه ديال الاعدام ولكن والو. داروا ليه لي تيست شي 300 ساعه ديال لي تيست بسيكياتريك ولقاو ان السيد بعقله وخاصو يتعاقب على داكشي اللي دار. العائله ديال الضحايا فرحوا بزاف بهذا الحكم، واخا ما غاديش يرد ليهم وليداتهم ولكن على الاقل بعدا مولف على غيتعاقب. داز 14 عام على المحاكمه ديالو وعلى طول هاد 14 عام ما خلى ما دار باش يبدلوا له الحكم ديال الاعدام، ولكن والو كاع المحاولات ديالو فشلات. وفي 11 ماي 1994 وصل النهار اللي غيتعدم فيه جون وداكشي اللي طرا، مات جون واين غيسي. قبل ما يموت قالوا لي شنو هي اخر وجبه اللي بغيتي تاكل وطلب KFC. كانت هذه هي القصه ديال جون واين غيسي، شكرا بزاف حيت كملتوا الفيديو حتى الاخر. كتبوا لي في التعليقات شي شخص بغيتوني نعاود لكم القصه ديالو المره الجايه. واخر حاجه ما تنساو لي زي اللايك ونتلاقاو في قصه جديدة. تلاو.